الجارية ونقولها ببساطة كده للمواطن العادي. أولا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وقرة عيوننا وبهجة أرواحنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حقيقة في هذه الشريعة الغراء أمور كثيرة لو أحسننا استخدامها لساعدنا في دنيانا وفي أخرنا. بمعنى أن هذه الشريعة أو هذا الدين العظيم إنما جاء لعمارة الأرض، جاء لسعادة الدارين الدنيا والآخرة، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومن أجل أن الإنسان أنزل إلى هذه الدنيا من أجل عمارتها، جعل الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة أمورا لو فعلها الإنسان لسعدنا في هذه الدنيا، بمعنى أن تصلح لنا الأحوال، تصلح لنا البلدان، تصلح لنا الأبدان، تصلح لنا الذرية وهكذا. من هذه الأمور الصدقة الجارية. وحقيقة الفهم المنتشر عند الناس ان كل واحد عايز يعمل صدقة جارية بيعمل ايه؟ يا اما بيجري بيشتري كل دير مية ويحطه في طريق عام، يا اما بيروح يشتري مجموعة من المصاحف يوزعها على عدد من المساجد، يا اما بيجيب شيء مثلا يضعه في مسجد من المساجد. طيب غير كده تلاقي الناس ما بتفكرش يعني في حاجة اكتر من كده، ده اللي احنا نعرف. بينما الصدقة الجارية تصلح إنها تكون وسيلة عظيمة لتنمية المجتمع وإصلاح أحوال البلاد والعباد. الصدقة الجارية كان المفهوم بتاعها زمان أو حاليا مفهوم الوقف، نحن بنحبس شيء ونسبل ثمرته ومنفعته للناس. يعني أنا بضع شيء معين، عندي شيء أموال معينة بشتري بها أمر من مهمته أن ينفع الناس. تمام. طيب اولا الصدقه الجاريه فائدتها ايه؟ الصدقه بوجه عام لها فوائد في الدنيا وفي الاخره. في الاخره هتلاقي ان الصدقه بتحجز الانسان عن النيران، اتقوا النار ولو بشق تمره. الصدقه بوجه عام هتجد ان الصدقه الانسان بيكون تحت ظل صدقته يوم القيامه، وسبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل أنفق نفقة بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الصدقة في الآخرة بتأخذ بيد المنفق إلى الجنة. الصدقة بتقي من مصارع السوء، الصدقة تدفع ميتة السوء. وكما قال المثال القديم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. طيب ده في الآخرة. طيب في الدنيا الصدقة بتعمل ايه؟ هو ايه اللي ممكن يمنع الانسان عن انه يتصدق؟ خايف الفلوس بتاعته تنقص؟ احيانا فعلا في حد بيفكر بالشكل ده. صحيح. هتجد ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بيقول له ما نقص صدقة، ما نقص مال من صدقة. وفي حديث ثاني ما نقصت صدقة من مال. بالظبط. طيب لما تلتفت الى القرآن الكريم يقول لك ايه؟ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هطلع جنيه هيرجع لك 10 في الدنيا وفي الاخره. طيب وايه كمان؟ هو الواحد ممكن ما يتصدقش يخاف من كثره الصدقه، يقول لك طب انا عندي اولاد وعندي بنات ويحتاجوا هذا المال. اقول له لا، طب ما هو لو والعياذ بالله ولد فاسد ولا هيضيع لك كل اللي انت بنيته طول عمرك. طب تعمل ايه؟ الصدقه قال لك من يتصدق في الحديث الشريف ما احسن عبد الصدقه إلا أحسن الله الخلافة على عياله. يعني تخيل أن أولادك دول في عناية الله وفي كلاءة الله وفي حفظ الله تبارك وتعالى بفضل صدقتك. طيب أنا ما بتصدقش ليه؟ ممكن الواحد خايف النهاردة بصحتي أقدر أجيب مال، أقدر أشتغل، أقدر أعمل وأسوي. طيب وبكرة ما أضمنش، يمكن والعياذ بالله مرض ولا حاجة. تجد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كمان هيقفل لك الطريق ده وتقول لك داو مرضاكم بالصدقه. بالظبط كده. يعني معنى كده يا شيخ، معلش، يا ثقافه الفرد المصري او المواطن المصري، يعني حتى ساعات يقول لحضرتك ايه اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، بيبقى في نوع من التخوف انه يطلع الفلوس وهو ما عندوش الوعي الكافي ان هو لما بيخرج جزء من ماله في شكل صدقه
ده بيطهر ماله زي الزكاة او بيساعد على تنمية المجتمع زي ما قلت. علشان كده انا بركز قوي على كلمة تنمية المجتمع من خلال الصدقة الجارية. صحيح، ده هيدخلنا للصدقة الجارية مباشرة. طيب اذا كانت هذه الصدقة بوجه عام بتورث البركة في كل شيء، في المال وفي البدن وفي الصحة وفي الاولاد، طيب امال الصدقة الجارية اللي ممكن هي سميت صدقة جارية ليه؟ لان ثوابها يجري على الانسان في حياته وبعد مماته طالما الامر لسه موجود. يعني بمعنى الانسان اللي بنى الجامع الازهر، تخيل حضرتك ان هذا الثواب وهذه الحسنات تتتالى عليه الى حتى يوم القيامة، طالما في واحد بيصلي في الجامع الازهر، طالما في واحد بيتعلم في الجامع الازهر، طالما وهكذا. طيب لو تخيل الانسان اللي بنى مستشفى زي مستشفى المواساة، ما دي بنيت باموال الوقف الصدقات الجارية. تخيل ان كل انسان بيدخل بيعالج في هذه المستشفى، من اوقف هذا المال يجري عليه حسناته وثوابه الى يوم القيامة. بمعنى ان الصدقة الجارية بيجري ثوابها ومنفعتها للشخص في حياته وبعد مماته. طيب احنا قلنا ان الانسان لما بيفكر في الصدقة الجارية بيفكر في كل دير مية، بيفكر في مصاحب بيدخلها على مساجد، دي اشياء طيبة وجميلة، لكن مفهوم الصدقة الجارية اوسع من هذا بكثير. يعني على سبيل المثال لما والعياذ بالله انسان بيصاب في حادثة ما، يذهب به الى مستشفى من المستشفيات العامة، ما بيجدش سرير عشان يعالج عليه، بالضبط، ما بيجدش جهاز عشان يعتني به، ما بيجدش اي خدمات. طب ليه يا جماعة؟ نفس المستشفيات دي اللي كانت بتخدم البلاد من 20-30 سنة ما زادتش ولا مستشفى في خلال العشرة والعشرين سنة الماضية، وتعاني من المشكلات الحقيقة وتعاني من النقص. طيب ليه أنا كرجل أعمال ورجل أنا ربنا اداني بعض الأموال ما استثمرها في صدقة جارية وأنشئ مستشفى للفقراء عام؟ بلاش يكون جهدي شخصي، خلي جهدي مؤسسي. يا جماعة تعالوا مجموعة من رجال الأعمال، جمعية رجال الأعمال، بنبني مستشفى ما ونذهب الى مكان يكون بعيد عن الزحام في البلاد ووسط البلد، روح 6 اكتوبر، روح كرداسه، روح اسيم، روح الصعيد. يعني تخيل حضرتك لو واحد في اسوان اصيب في حادثة ما، ما فيش مستشفى في اسوان تقوم عليه، فبينقل من اسوان بعربة اسعاف الى القصر العيني في اسيوط. يعني تخيل 500 كيلو المسافة على ما يوصل، يعني خلاص. طيب يا جماعة ما احنا نلتفت للأشياء اللي هي نحن في أمس الحاجة إليها. يعني تخيل حضرتك لما تبني مستشفى بهذا المال اللي هو أصلا زاد عن حاجتك، مش هنقصك حاجة. تخيل إن كل إنسان بيعاني بيدخل هذه المستشفى بيعالج، سيكون في سجل حسناتك يوم القيامة. لم يعني المسلمين في العصر الأول في عصر الحضارة كانوا بيقيموا هذه الحضارة بمثالة الصدقة الجارية بالأوقاف. فكان في عهد زي عهد هارون الرشيد كانوا يقفون الأموال لبناء المستشفيات. يعني تخيل حضرتك لما واحد من المرضى بيكتب رسالة لأبيه وهو في المستشفى العام في عهد هارون الرشيد ويقول له يا أبتي عرضت علي إن كنت أحتاج نقودا فأنا أعالج في هذه المستشفى بالمجان، ووعدوني أنني إذا تعافيت وخرجت أعطوني ثوبا جديدا وخمس قطع ذهبية. قالوا ثم تعافى الرجل، قال وكرهت أن أخرج من المستشفى لكثرة ما يتتالى علي من البركات والصدقات. رجل عايش في فندق خمس نجوم، تقدم للمريض. صحيح. الخدمات دي على حساب مين؟ على حساب الدولة اللي هي مكونة من مين؟ مجموعة من الخيرين الذين يقومون. فكانوا يوقفون أموالهم على هذه الأمور. من الأوقاف اللطيفة ومن الصدقات الجارية اللطيفة كانوا هناك وقف اسمه وقف التأنيس أو الإيناس. بمعنى إيه؟ أنه بعض رجال الأعمال بيوقفوا أموالهم كي تدر ريعا على من يجلس بجوار المرضى يواسيهم ويدخل السرور على قلوبهم. دي افضل الصدقات، نقدر نحطها تحت بند افضل الصدقات. طبعا يعني صدقه بتعالج المريض، صدقه بتصلح بناء المجتمع، صدقه بتساهم في تخفيف الام الناس، هذه الصدقه الجاريه.
لما انت كده بتصلح المنظومة الصحية بشيء من الصدقة الجارية وما اكثر ذوي الاموال في بلادنا. بالضبط فضيلة الشيخ، ولكن انا شايف كلام حضرتك فعلا بالفعل بينصب على الجزء العملي او الشق العملي لخدمة المجتمع او نعم. لخدمة الافراد، ولكن في بعض الصدقات بيعتبرها المواطن في شكل ايه، مثلا وليكن حد توفى فبيطبع بعض ايات القرآن الكريم وتطبع باسمه ونقول دي صدقة جارية على الروح، هل ده جائز شرعا؟ احنا بنشوفها في بعض حالات الوفاة بيطبع كتيب صغير كده باسم شخص ما، هل ده جائز شرعا ولا لا؟ والسؤال ده الحقيقة سألنا فيه كذا مرة. لا هو بالطبع ده شيء من جائز شرعا وفعله يثاب، لكن احنا بننظر لمسألة الأولويات يا جماعة. مسألة ان احنا اطبع بعض الكتيبات او المطويات ده امر مطلوب، لكن مش معقول كل ما نيجي نفكر في صدقة جارية نفس التفكير، عايزين نودي مصاحف للمسجد، ما اكثر المصاحف في المسجد، عايزين نودي بعض نطبع بعض المطويات اللي فيها ايات قرانيه ونوزعها كان في اتوبيسات ولا في اماكن عامه ولا في مدارس ولا على الناس، بتتاخد وبتترك. انت هما بيعتقدوا ان ده بيخفف شيء من العذاب او بيكون في نوع من الرحمه للمتوفى، الحقيقه يعني بيفكروها كصدقه جاريه، يعني هي بتعود عليه بالثواب المستمر. هي بتعود يعني بلا شك انها بتعود بالثواب على الواهب وعلى الموهوب له، يعني يصل اليه الثواب إن شاء الله باذن الله، احنا نعتقد في ذلك ان الثواب يصل اليه. طب لو كملنا بس بقيه السؤال، ساعات بعض الناس بتطبع اسم المتوفى على هذا الكتيب، هل جاء الشرع برضه ان احنا نكتب اسمه على هذا الكتيب ولا ما فيش مانع؟ هم بيكتبوا اسم المتوفى على اساس بيسالوا قارئ هذا الكتاب انه يقرا الفاتحه على روحه، يعني يدعي له بالرحمه والمغفره وهكذا، لا ما فيش مشكله اصلا شرعيه في هذه المساله. مجالات الصدقه الجاريه بقى مجالاتها ايه؟ احنا تحدثنا عن بناء المستشفيات، ايوه، المساهمه في توفير الاجهزه وتخفيف المعاناه عن المرضى، ليه ما نلتفتش لمجال التعليم في الصدقة الجارية؟ أنا رجل مليونير عندي بشتغل في 50-60-70 مليون، المشكلة لو طلعت منهم مليون ولا اثنين رحت في مكان معين كان عشوائي من المناطق الشعبية العشوائية، الناس دي محتاجة مدرسة، ده أنا بدخل مدرسة بجد الفصل فيه 100 طالب و120 طالب ومش لاقيين مكان يقعدوا فيه، يعني حتى الديسكات مش موجود، ولو موجود ديسكات اصلا مفيش المكان اللي بيسع هذا العدد الكبير. تخيل ان مدرسة واحدة من المدارس في المناطق الشعبية والعشوائية عدد التلاميذ اللي في الصف الاول الابتدائي بيتعدى 1000 تلميذ في مدرسة واحدة، 1000 تلميذ مقسمين على 7 فصول او 9 فصول بمعدل ان كل فصل فيه 100 او 110 او 120 تلميذ. طب انا كرجل اعمال وربنا يعني اتاني من ماله، لما لا انظر الى هذه الحال وانشئ في هذه المنطقة مدرسة، اخذ هذه الكثافة الفصل اللي فيه 100 يبقى فيه 50، اجهزها بالديسكات وبالوسائل التعليمية ثم احتسبها عند الله تبارك وتعالى واوقفها لله عز وجل، وضعها تحت تصرف وزارة التربية والتعليم أو تحت تصرف الأزهر الشريف إذا كنت تعمله معهد أزهري أو ما شابه. مش كل حاجة لازم تقوم بها الدولة. أنا كرجل أبتغي الثواب من عند الله سبحانه وتعالى محتاج إن أنا أساهم في بناء هذه الدولة، وهذه المساهمة مش هتضيع هدر، حياتك هي ما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها برهان صدق على صدق إيماني معطيها، يعني انا مستحيل ان انا اتصدق بشيء الا اذا عرفت ان في يوم اخر وان في حساب وان في جزاء وان في جنة وان في نار، والا واحد ما بيؤمنش بالله العلي الحكيم، واحد ما بيعتقدش ان في يوم اخر هيتصدق ليه؟ ده يبقى رجل في منتهى الغباء والحمق، اذا واحد بيضيع امواله كده هباء. لكن لما يكون الانسان بيتصدق فمعنى كده انه موقن تمام اليقين أن الله تبارك وتعالى سيبعثه وأن الله سيجازيه على ما فعله من خير فخير وإن شر